صرحت الفنانة فاطمة عيد أن الفنانين والمطربين لا يسألون عنها، موضحة أن مجاملة الآخرين بالغناء في أفراحهم عادة بالنسبة لها. وخلال استضافتها في برنامج ونقول كمان الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة النهار، قالت فاطمة عيد: أنا كنت أتمنى كل الفنانين يغنوا في فرحي، بس الفنانين ما بيجاملوش حد، هم يتجاملوا بس ما يجاملوش. وأضافت فاطمة: المجاملة دي عادتي، واحدة قصدتني في فرح حرام أرفض لها طلب، كون اللي قدامي مش عايزة تجامل خلاص براحتها. ورد على سؤال مين من النجوم والمطربين بالذات بيسألوا عليكي ويودوكي، أجابت فاطمة: ولا حد، مفيش حد بيسأل على حد، والله ما في فنان ولا فنانة بيسأل على زميله أو زميلته للأسف، وأنا كمان ما بكلمش حد، مفيش حد أحسن من حد. وأضافت فاطمة: أنا كنت أطلب فلانة علانة أطمن عليها في العيد والمناسبات الحلوة، لما محدش بيبادلني نفس الشيء خلاص مش هتطفل عليهم. وتابعت: لا أعاتب حد، أصل العتاب محبة، من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه، يحرم علينا اجتماعه. وأوضحت فاطمة عيد أنها واجهت عراقيل في بداية مسيرتها الغنائية، ومنها رفض الأهل واعتراض الرقابة على كلمات أغنية حلاوتها زي تحت التي كانت تغنيها مع المطرب فايد محمد فايد خلف الفنانة نجوى فؤاد، وحاربت نجوى فؤاد حتى حصلت على موافقة الرقابة وقدمت الأغنية بدون حذف أي كلمة. وشرحت إن أهلها لم يعترضوا على غناها وراء راقصة لأنها كانت قد تزوجت في ذلك الوقت في عمر 14 عاما، وزوجها هو الذي يوافق أو يعترض. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكل جديد. ما أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا.